الله حياه، كيف الحال؟ شلونكم؟ الحمد لله سلامتكم. والله قدرنا قسم بالله ما فقدت الا انت. ورب الايمان اني فاقدك اكثر. اي والله اني فاقدكم الاثنين. لكن تعال يا اخي، في كلام في خاطري. اي والله زين، في تعليق دائم يوصلني وصراحه انا ابي افهم شو السالفه. ايش في سالفه؟ انا اللي اخبر ان الجروب على بعضها. قصدك ايوه. والله ان الموضوع ما ودي افتح، والله اتكلم احيه وديني ما نفتح. ليه؟ اللي ودي اقوله يعني كل بدايه نهايه وخلاص. والله كلمك جد، وش المشكله؟ شو بدايه نهايه؟ الحياه مبنيه على شيء اسمه مفارقه، وكلنا مفارقين صح ما غلطان، كلنا رايحين. طيب خلاص يا اخي، هذه الحياه، هذه سنه الحياه. اذا الواحد مره غلط، مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه، وسلكت لو مشيت، لو حطيت على جوه رجع يغلط وسامحته ورجعت. ليه 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 تصعيد؟ طيب ايش فيه؟ هو يعني انا ما ابغى اتكلم في الرجال، الله يستر علينا وعليه. خلاص اللي صار شو مسوي؟ شو مسوي؟ رد الحمد لله على سلامة ابو خالد. الحين ركز في الموضوع، مالي دخل. الحمد لله سلامتكم اثنين يا ولد. بس انا جيت من ثالث هذا قدامك، بس ابو خالد لا، ابو خالد طلع من ظرف الحمد لله رب العالمين، الله سلمه وخلاص. الحمد لله ان شاء الله يطلع في السنابات باذن الله. الحمد لله سلامتك. والله اني حاولت انا شوفي قدام عينكم ما امنعني، والله امنعني. ابو خالد والله العظيم الناس كثير عندي الحين يقول ليه طيب تراني مشتاق له. مشتاق بالعافيه، بعد قلبي يعني. قريب ليش ما ان شاء الله؟ ليش ما تطلع وجهك كذا بعدين؟ انا تدري اخوي خلاص. طيب قريب مره. اسبوع اسبوعين ان شاء الله. اسبوعين يومين ما تدري. يومين ما تدري. يعني ظرف ان شاء الله هنعدى خلاص. امور طيبه خلاص. هذا تعليق ابو خالد يقول نقدر نقول مبروك السنون يا ابو خالد. لا غير صحيح. مو بسنون، انا ما اشوف انه ركب سنون جماعه الخير. لكن هو يمر بظرف بيعدي وبيعدي واللبيب بالاشاره يفهم. بس بيعدي يا اخي، تركنا لا يكون من الـ 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 متزوج من ورانا وانت ولا حاجه. اي سالفتك وياه؟ سالفتي مع مين؟ ما الرجال. اي رجال؟ الرجال ما غيره. اخبر الجروب على بعضه. شل اي رجال؟ اي رجال؟ اي رجال؟ اي رجال؟ لا لا تجهل. في واحد جالس معك بقس شهور وبنين، ايش فيكم؟ رجال؟ انفجر قوي انت. اول شيء قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. ودي ان هالموضوع صدق ما نفتح. انا اكلمك جد والله صدق ما نفتح. صدق ترى تضايقت من الموضوع. لا عاد ينفتح الموضوع بالمره خلاص يا اخي، قفل الموضوع. ايش اللي صار طيب؟ ابو خالد يدري ايش السالفه. ابو خالد ترضى اللي صار؟ لا تصير ما اجتماع، ما دخل. مالك دخل خلاص، والله قفل الموضوع. ايش اللي صاير؟ ابو خالد يعرف بالموضوع خلاص. علم ابو خالد ايش اللي صاير؟ خلاص لا عاد نفتح الموضوع. لا عاد نفتح الموضوع خلاص. كت سحب عليك. ما لا يخسي، ما سحب لا ولا سرقني. طقك. لا 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 ما ابغى صفق وجهك في الارض. ما ابي اتكلم. ابو خالد مو معي يعني. ما ابي اتكلم. ادري عنه. ما ابي اتكلم. يا ايش جايك انت؟ والله ما ادري يا ابن ادم.